ورجعنا معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. ياسمين، هنتكلم النهاردة عن عادات وتقاليد الزواج في الريف. إيه رأيك في الزواج المبكر للبنات؟ لا، انا ارفضه تماما طبعا، لان الزواج المبكر مش في مصلحة البنت خالص، بالذات لو هي لسه سنها صغير 16 او 15 نمو سنة، يعني عقل ولا جسم ولا اكتمال اي حاجة ولا تفكير طبعا. بس ده في الاول بيرجع للاهل اكيد، عشان خاطر هم اللي بيبقى عليهم العامل الاساسي في ده، لان هم اللي بيقودوا كل ده. هم اللي لو حتى البنت حابة ان هي تتجوز في سن صغير، المفروض لا، اهلها هم اللي يقفوا في ده ويقولوا لا. وبرغم الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، احنا في 2020 ولسه في كرة كتير بنفس التفكير بنفس العادات بنفس التقاليد بكل حاجة. اكيد، ومش في الارياف بس، ده كمان في كذا مكان، يعني في كل مكان في كتير بنات بتتجوز في سن مبكر جدا. بس انا عامه ما انصحش بده، لان لسه يعني البنت بتبقى صغيره، لازم تكمل دراستها، لازم تعتمد على نفسها، لازم تشوف حياتها، عشان لما تيجي تختار الشخص ده او تختار حتى صح. لو جواز صالونات برضو تبقى عندها فكر ووعي وثقافه ان هي تختار صح. وعايزه اقول لك ان مش في الكوره بس، انت شفتي الترند اللي كان البنت 13 سنه تقريبا والولد حاجه برضو كده 14 15 سنه، وكانوا ترند جامد جدا اللي هو بتاع تقريبا الطوابق، اللي هي رمت نفسها وهو رمى نفسه برضه. بالظبط كده. ما هو هنا عشان خاطر ما بقولك في الاخر بيرجع للاهل، ازاي بنت زي كده تتجوز. بس هقولك برضو البنت دي ليها حاجات خاصة بيها، اللي هي برضو احنا مش يعني الاساسيات، يعني باباها مش موجود، مامتها مش موجودة، فما فيش حد يمشيها ما صح. فيش أسرة. تمام، فهمت. وبعدين ده يعني سنها صغير وما كانش اول زوج ليها في السن ده، فاكيد البنت برضو عامل نفسي عليها خلاها تعمل كده. تمام. طب جواز صالونات، جواز الصالونات زي ما في عيوبه اكيد في حاجات بتنجح، لان زي ما احنا عارفين طبعا اللي بيتجوزوا دلوقتي على حب، زي ما هم بيكملوا فيه اللي بيكمل اكيد، بس بقى 1%. نسب الطلاق عايزه اقول لك من 2017 وهي عاليه جدا جدا جدا، يعني جدا. مع ما انا عشان كده بقول وبالاخص في اول 3 سنين من الجواز، يعني هو كتر نسب الفتره دي كتيره جدا. بس ما بقول لك احنا عشان لما الجواز عن حب بالذات هو اللي بيخلص بدري، يعني هو اللي بيحصل فيه طلاق بدري بدري. ليه؟ لان لما بيبقى لسه البنت صغيره او الولد ما بيبقوش عارفين هم عايزين ايه، فكرة احنا عايزين بيفكروا نبقى مع بعض بعواطفهم وخلاص. ايوه تمام، بالظبط. لكن مسؤولية ما فلما بيجوا في وقت الجد بيحسوا ان هم خلاص مش عارفين يكملوا ده، فان هم خلاص حياتهم كده وقفت، وبيطلعوا بايه في الاخر؟ بطفل، بطفله، وحياه الطفل ده واب او الطفل وام ده هم دول منفصلين اللي بيتدمروا. فعشان كده احنا بنتكلم ان لازم الاهل يبقى عليهم عامل اساسي يشوفوا ده كويس ده وحش. فساعات جواز الصالونات على فكره بينجح اكتر من جواز الحب، او احيانا يعني تلاقي اغلبيه اللي بيكملوا. زي مثلا ايه، هقول لك ايام زمان في مصر هنا ما كانش في حاجه اسمها ان انت تحبي او تتحبي او الكلام ده، لا، العادات هو واحد ما والتقاليد ما شافنيش ولا يعرف تسمحش. عني اي حاجه، فهو اكيد جاي يتقدم لي. جواز صالونات ايوه ولذلك هو ده اللي مكمل لغايه دلوقتي، يعني مثلا مامتي مامتك كده هم دول اللي صالونات. ايوه مكملين، فعلا مكملين. لكن اللي احنا دلوقتي لا، او زماننا كان ده في مش مسؤوليه، ماشي. كانت زمان الشباب عندها مسؤوليه اكتر من كده، في وعي، يعرفوا يفتحوا بيت بمعنى اصح زمان غير كان، دلوقتي. زمان مش بس الراجل كان بيقدر يشيل المسؤولية، زمان كان كل حاجة حلوة، يعني حتى البيوت المصرية كان زمان حلوة، الناس أجواء كل حاجة كويسة، فتلاقي كله ايه، لأ، ومبسطين الأمور عن كده بكتير على الشباب. يعني زمان ما تلاقيش زي دلوقتي في التكاليف، في الحاجات اللي بيحطوها، لا ما فيش الكلام ده خالص. زي مثلا دلوقتي بره تلاقي اغلب الجواز ناجح في اوروبا، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر لا، تلاقي البنت ما بتتجوزي في اي سن غير وهي مقتنعه بالسن ده، واصله لسن معين، تلاقيهم بيتجوزوا على 30 25 سنه، اللي هم خلاص بقوا عارفين هم عايزين ايه، وعشان كده الجواز ده هو اللي بيكمل، مفيش وبيبقوا شايلين، مفيش لا بيبقى شايلين مسؤوليه، مسؤوليات جدا. وكل حد بيبقى ايه، بيساعد التاني، ما
مفيش عندهم لا عيب البنت تشتغل او مش عارفه ايه لا مفيش الكلام ده. في كل حاجه بالنص، بيساعدوا بعض في كل حاجه، فتلاقي الامور بتمشي حلوه جدا بسلاسه، مفيش اي حاجه، مفيش انفصال، مفيش. يعني انت كده مع الشباب اللي هم حقهم عشان في ضغط عليهم في حقهم؟ ضغط نفسي جامد جدا طبعا. بتقويهم علينا كده؟ لا بس احنا في الوقت ده الدنيا بقت شويه صعبه، فما ينفعش ان الاهل كمان يصعبوها عليهم، بالذات لو في بقيت حد ماشية مقتنع بقى. انا بنت خالتي جالها شبكه ب 20 فانا عاوزه ب 30 عشان انا ابقى اعلى منها و... لا أيوة وبالذات أيوة. في الاماكن الريفيه ماشيين بكده اكتر، يعني في الاماكن الريفيه تلاقي لا لازم الشبكه ب 100,000 جنيه، لازم اللي مش عارفه ايه، زي بنت عمي، زي بنت خالي، زي مش عارفه ايه. مثلا هنا في مصر في الاماكن العاديه تلاقي في الجيزه مثلا لازم اهل العروسه تجيب مش عارفه كام طقم 150 فوطه حاجات غريبه جدا، وفي الاخر ما حدش بيستعمل كل ده اساسا، وممكن صح؟ نجيب تاني عادي يعني. اما مش عارفه ليه هي الفوطه هتخلص اول ما احنا هنتجوز. بيكبروها على الشباب زياده عن اللزوم وعلى الاهل كمان. ما هو لما الدنيا بتبسطيها بتبقى بسيطه معاكي وبتمشي حلوه تمام، هو مش هيبقى حتى عنده فكره مستثقل ان هو يجي يتقدم، انا مش كامل انا. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين، استنونا.